في عنوان لماذا أحب وصف التل؟ مسألة جرأة وصفي مع الملك حسين وتمرد وصفي على بعض قدرات الملك حسين نفسه. هذه الجرأة اللي حتى وصفي كان يتمرد على قدرات الملك حسين. في عدة أمثلة وقصص في هذا الموضوع. الملك حسين انسجاما مع قرار جمال عبد الناصر قرر يخوض حرب 1967. في شهادة على لسان كمال الشاعر لما وصف التل رفض هذا الموضوع، قال النص التالي لوصف التل حكى للملك حسين، وعلى ضوء الملك حسين روحوا من رئاسة الحكومة، قال له للملك حسين: سيدي، سوف نخسر احترامنا لذاتنا الوطنية بوضع قواتنا الأردنية تحت القيادة المصرية، وأنا كرئيس لمجلس الوزراء لن أخوض حربا أعرف مسبقا أننا سنخسرها. وكان جلالة الملك الراحل في خطاب في جامعة مؤتة في 1997 تحدث وقال بأن الأردن أخطأ بالمشاركة بحرب 67 واعترف بهذا الموقف. نعم، وبنفس الجزئية وصفي التل قدم استقالته وهو رئيس للديوان الملكي، هاي في مذكرات أكرم زعيتر. نعم، حكى للملك حسين بعد حرب 67 نحتاج إلى حكومة قوية. كان رئيس الوزراء سعد جمعة، الملك حسين لم يوافق على طلب وصف التل، وصف التل كتب استقالته. بروز عيتر انه الملك حسين مزع استقالة وصفي وقال له: يا وصفي انت تحمل علينا كثيرا، والملك حسين هو اللي كتب استقالة وصفي وطلع وصفي من رئاسة الديوان الملكي. فوصفي لم يقبل خيارات الملك حسين بالرؤساء الوزراء الذين جاءوا بعده، لم يقبل بسعد جمعة، لم يقبل ببهجة التلهوني، ولم يقبل بعبد المنعم الرفاعي. وكان دائما يحث الملك حسين يقول: هذه الحكومات لا تلزمك لأنها حكومات مهزوزة ضعيفة لا تستطيع ضبط النظام الداخلي في البلد. فوصفي التل الناس حبته لأنه كان جريء مع الملك، ما في حالي بغير وصفي كان يجرؤ أن يتحدث مع الملك حسين كما كان يحكي وصفي، يستحيل حسب الاطلاعات والدراسات اللي احنا بنطلع عليها. نعم. في نقطة، ليش الأردنيين كمان حبوا وصف التل بس وصفي هاي ما كملها؟ وصفي شخص طلع من رحم الناس. نعم. وقبلوا النظام وقبلوا الشعب. وصفي أول حكومة أسسها شكلها 1962 لغى فيها مبدأ احنا بنشكي منه في الأردن اللي هو الوراثة السياسية. فالحكومة الأولى التي شكلها وصفي لم يكن فيها وزير سابق أو ابن وزير سابق، لكن وصفي بتصير معه تحولات وبتصير عليه ضغوطات في الحكومات التي تلت بال65 وبال70، لا رجع ناس كان سبق وشغلوا المنصب، يعني هو الوزاري. أنتج في المشهد السياسي سياسيون جدد. نعم، ولم يتكئ إلى الطرق التقليدية في صناعة السياسيين ورجال السلطة.